سلمت اليوم الثلاثاء 15 مديرية أوقاف القاهرة 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي. اليوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021 يسر مديرية أوقاف الغربية أن تتلقى الدفعة رقم 16 4 طن بإذن الله تبارك وتعالى. قبل كده جالنا 52 طن والنهاردة 4 طن، إذا المجموع 56 طن. اليوم الثلاثاء الموافق 15/2021 تم وصول سيارة لحوم الأضاحي القادمة من وزارة الأوقاف إلى مديرية الأوقاف الشرقية بحمولة 4 طن. تسلم مديرية أوقاف بريسوف اليوم الثلاثاء 15/2021 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي، يصل ما تم استلامه حتى الآن 58 طن.